سمو ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير عسير الهادفة إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يعلن إطلاق موسم الرياض في 20 أكتوبر المقبل تحت شعار تخيل أكثر. هيئة الإحصاء انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3% في الربع الثاني من 2021. هيئة التراث تطلق استراتيجيتها الشاملة من قلب حي الطريف التاريخي بالدرعية. المملكة تطلق منصة مجموعة 20% لمشاركة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المياه. تدشين أول مصنع لأساليب البناء الحديث في سدير. مركز النخيل والتمور بالأحساء يدخل موسوعة جينيس ب 127 صنفا وطنيا من نخيل التمر. مسك الخيرية تطلق برنامج ديوان الابتكار لتعزيز الإبداع والابتكار والمساهمة المجتمعية. زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن ولادة أنثى جديدة من النمر العربي في سبيل حمايته من الانقراض. الخطوط السعودية تحصد جائزة شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم. الصندوق الصناعي يحصد جائزة الIDC للتميز في الإبداع الرقمي لعام 2021. أبجيج ثالث منشأة تابعة لأرامكو السعودية تدخل ضمن قائمة المنارات الصناعية العالمية.